مشاهدينا الكرام، نحييكم أطيب تحية في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بيوت الشعر. من يتتبع أنشطة بيوت الشعر التي أهدتها الشارقة إلى بعض الدول العربية سيجد أنها قد نجحت خلال فترة قصيرة نسبيا في إيجاد علاقة جاذبة ما بين الشاعر والمتلقي، معدة بذلك للشعر هيبته. وكعادتنا في هذا البرنامج نترككم في البداية مع أبرز أنشطة بيوت الشعر التي سنتابعها في هذه الحلقة. مراكش تهدي أغادير المنحوتة الرملية قصيدة من رمال، وموضوع الشعر والهوية يحضر هناك. دار شعر مراكش تختتم تظاهرة الشعر في الشواطئ والمخيمات بأمسية شعرية وفعاليات مختلفة. إسلام علقم ومحمد ساري يصدحان بقصائدهما في فضاءات المفرق. شعراء السودان يصنعون حروفا نابضة بالوطنية تلهب حماس جمهور أمسية الخرطوم. بيت الشعر نواكشوط يختتم دورته الأدبية الرابعة في فنيات الكتابة الإبداعية. نبدأ من المغرب وتحديدا مدينة أغادير التي شهدت فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة الشعر في الشواطئ والمخيمات. التظاهرة أقيمت بتنظيم مشترك بين دار الشعر في مراكش والمجلس الجماعي لأغادير ووزارة الثقافة والاتصال. شهدت في يومها الثاني انطلاق نحت المنحوتة الرملية قصيدة من رمال، إضافة إلى منتدى حواري حول موضوع الشعر والهوية. قصيدة من رمال نحستها دار الشعر بمراكش لتكون ميسما خاصا لشاطئ أغادير في انفتاحها على الشعر وتذكارا للمحطة الثانية لقافلة الشعر في الشواطئ والمخيمات بكل حمولتها الرمزية. منحوتة أبدعها الفنان التشكيلي عبد الغني العلوي في سياق ورشة لتعريف الناشئة بفن النحت على الرمال والتقائه بالإبداع الشعري. أنا متشرف جدا قمت بهذا العمل هنا في شاطئ أكادير، واستعملت فيه اللي هو النحت على الرمال، قصيدة من الرمال العنوان ديالها اللي استغرقت لي واحد المدة ديال يوم من العمل. إلى ذلك شهدت تظاهرة عاصمة الأمازيغ بالمغرب لقاء فكريا حاورت من خلاله الكاتبة المبدعة لطيفة باقة الباحث والشاعر أحمد عصيد حول موضوع الشعر والهوية والأسئلة الراهنة التي تطرح حوله اليوم. اللقاء احتضنته المكتبة الشاطئية بحضور لفيف من الشعراء والنقاد والفنانين. تفكر يعني دار الشعر في فتح فضاءات الاستجمام الصيفية للشعراء وللنقاد وللنقاش والحوار حول الشعر، فربما فسحة الشعر تمتد على مدى السنة، خاصة السنة الاجتماعية السنة الدراسية، لكن غالبا في الصيف ينصرف الناس إلى أمور الاصطياف. أن تصبح هذه الفضاءات أيضا فضاءات للشاعر ولصوت الشعر وللحوار الشعري هذا شيء مهم جدا. هذا اللقاء الفكري جاء ضمن عدد من اللقاءات الثقافية والفنية والتربوية التي نظمتها دار الشعر بمراكش في إطار محطتها الجديدة من قافلة الشعر في الشواطئ والمخيمات. هذه التجربة التي قادتها دار الشعر بمراكش لسنتين على ما أعتقد الآن، تجربة الشعر في المخيمات والشواطئ، تجربة فريدة بحيث شكلت انفتاح على الفضاءات العمومية، بدل البحث عن أو البحث عن الناس، فهذه الفضاءات تقرب الناس من الشعر. وتتواصل تظاهرة أكادير الثقافية والفنية الكبرى ببرنامج غني ومتنوع يتضمن إلى جانب الأمسية الشعرية فعاليات متنوعة وورشات في الكتابة الشعرية لأطفال شواطئ المدينة، حيث استخدمت دار الشعر بمراكش كبار الشعراء لتنشيطها.
برنامج ثقافي وفني غني ومتنوع إذن في محطة أكادير، مزجت فيه دار شعر بمراكش بين مختلف الألوان الإبداعية يتقدمها الشعر والفن التشكيلي. كريمة الخرقوري لبرنامج بيوت الشعر أكادير جنوب المغرب. ونبقى مع تظاهرة الشعر في الشواطئ والمخيمات التي استمرت على مدى 3 أيام، حيث اختتمت آخر فصولها بعرض من الفعاليات المتنوعة لتدون اسمها بكونها تظاهرة شعرية بامتياز، وذلك ضمن انفتاح دار الشعر في مراكش على مختلف المناطق المغربية. نتابع هذا التقرير الذي يروي فصول الليلة الختامية لهذه التظاهرة. إنها ليلة إسدال الستار على فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة الشعر في الشواطئ والمخيمات، ليلة امتزج فيها الشعر بالموسيقى وبالأداء الممسرح في احتفالية ثقافية وفنية نظمت على إيقاعات أمازيغية بمشاركة الشاعر محمد وكرار والشاعر سعيد الباز ثم الشاعر المتألق أمال هدازي. انها تجربه الشواطئ، الشعر في الشواطئ هي تجربه يعني جيده اننا نوصلوا للشعر ونقربوه للجمهور، بحيث انه الشعر ما يبقاش غير نخبوي وانه فقط يعني في الاماكن المغلقه. الشاعر المجدد سعيد الباز الذي يبقى من أهم الأصوات الشعرية المميزة في الشعر العربي المعاصر وأحد أبرز علامات تجديد المتواصل في القصيدة المغربية، قدم قراءات شعرية نالت إعجاب الجمهور الكبير الذي حضر الأمسية، قصائد استطاعت أن تنحت فردتها على مهل. فالباز المنتمي إلى جيل التسعينيات هو الأكثر حيوية على مستوى الإبداع الشعري في المغرب. الشعر في فضاء مفتوح في فترة تتميز بالترفيه وبالعطلة وبالشاطئ، من الصعب أنه تندمج في هذا، ولكن الحمد لله من خلال الفعاليات ديال هذه التظاهرة هذه تبين الانخراط ديال سواء الجمهور العام أو كذلك اليافعين والشباب، اللي بطبيعة الحال هذه التظاهرة وفرت لهم مجموعة من 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 الفرص، سواء بالنسبة للشباب من خلال الورشات ومن خلال التكوينات اللي عطوها أساتذة متخصصين في المجال. بدوره الشاعر محمد وكرار ابن عاصمة الأمازيغ أكادير اختار أن يلقي قصائده بالأمازيغية، قصائد وإن لم يفهم كلماتها الكثيرون إلا أن معناها وصل إلى القلب حسب كثير من المتتبعين. اليوم يعني دازوا 3 شعراء اللي هما يعني واحد بالامازيغيه وجوج باللغه العربيه، يعني شي حاجه اللي هو جميل جدا. انا صراحه يعني كنت سافرت معهم بالاله ديالي، فاش درت معهم المصاحبه يعني الحمد لله صراحه هذا الشيء كيفرح وكيفرح باش يكون في المدينه هنايا. الدورة الثانية من تظاهرة الشعر في الشواطئ والمخيمات بأكادير أعلنت عن نهاية آخر فصولها، تظاهرة أسست تتويجا لاستراتيجية دار الشعر بمراكش في الانفتاح على الفضاءات العمومية التي انطلقت من حدائق الشعر بعين سردون إلى خيمة الشعر الحساني بالداخلة والشعر في الفضاءات التاريخية بمراكش، ثم الشعر في الشواطئ والمخيمات بسيدي إفني، محطات تأتي لمنح مزيد من فرص تداول الشعر في الفضاءات العمومية. ننتقل إلى الأردن، حيث استضاف بيت الشعر بالمفرق أمسية كان شاعراها إسلام علقم ومحمد ساري. الأمسية حظيت باستحسان الجمهور من أهل الشعر والأدب، وذلك لما تحمله القصائد من معان إنسانية. في أمسية شعرية أقامها بيت الشعر في محافظة المفرق، حيث عمق الكلمة ورقي الإحساس رافقا القراءات الشعرية لنخبة من الشعراء الذين أضاءوا سماء الشعر بإبداعهم. بيت الشعر الذي أسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديرا للشعر والشعراء وبهدف النهوض بالثقافة والأدب، يلاقي أصداء إيجابية وإشادة واسعة في الوسط الثقافي الأردني.
تأتي هذه الأمسية التي نظمها بيت الشعر لتثري المشهد الثقافي الذي يقوم فيه ويطلع به بيت الشعر، وحيث ركزت هذه الأمسية على القضايا الوطنية والقضايا العربية التي نحن بحاجة ماسة لها في مثل هذه الظروف التي تمر فيها الأمة. استهل الشاعر إسلام علقم الأمسية بعدد من قصائده التي تعاين الوجع الإنساني بأسلوب رصين عذب ومميز. بضوء البدر تشعل لهفتي كي لا يغيب عن الصدود توسل شعرا ترنم صمتها وتجسني بأنامل امرأة تحيك وتغزل. تعمدت أن ألقي القصائد الكلاسيكية اللي هي العمودية لأن لكي أراعي يعني الجمهور النخبوي الموجود، وأيضا قرأت عدد من قصائد التفعيلة التي اجتهدت وجددت في بعض المصطلحات فيها وفي الدراما الموجودة فيها. الآن القصائد تنوعت ما بين عاطفية وفلسفية واجتماعية وأيضا وطنية وحقوقنا المقدسة في فلسطين. وأغدق الشاعر محمد ساري شعوراً وأحاسيس من نصوصه الشعرية المميزة. هذا أنا نفسي جمال محدثي كيما يظن ترفعاً وهياما كالريح من صوب الطبيعة آية شمس تمني العارفين وساما سكنتها عمراً وصرت أروحها نبضا فيا ويح استحلت إلاما. أمسية المفرق أمسية تميزت بفيض من الشعر الإبداعي، وما ميزها أكثر حضور جمع من الشعراء والمثقفين والمهتمين. في العاصمة السودانية الخرطوم الكل تغنى بالوطن، وكان الوطن حاضرا بكل رموزه ومعانيه في أمسية نظمها بيت الشعر هناك، وشارك فيها عدد من الشعراء، شعراء صدحوا بجميل أشعارهم تمجيدا للأرض في ليلة جعلت من حب الوطن شعارا لها. حلبنيه حلبنيه اللي بنحلم به يوماتي. يحتضن الديار مؤسسة شنبات الثقافية الاجتماعية أمسية شعرية وطنية نظمها بيت الشعر بالخرطوم في إطار التعاون المشترك بين الطرفين لعكس التجارب الشعرية للشعراء الكبار والشباب. الأمسية الشعرية التي شارك فيها شعراء عزمي أحمد حمد، وئام كمال، بشير أبو سن، والشاعر الكبير أسهري محمد علي، قدموا ما تبوح به قرائحهم من مخزون شعري في حب الوطن وعشق ترابه. لم تكن تدري الرصاصة أن هذه الرأس أحرى بالقبل باستراحات الطواقي والضريرة أو صداع ما خفيف في عمل لم يكن مأوى لها. لم تكن تدري بأن الصدر مفتوح لعاشقة تمنت في ابتسامتها وغالبها الخجل. لم تكن تدري بأن الساعد المغبون أطلقها لينعم بالسكينة. ست الكل هدني لين رياحين يا تراب ناصع مزاحم تفرح الأنفاس وإحساس بالوطن شاسع قدر طيبتنا نتقالت حضن ممهول وبال واسع. الشاعر الكبير أسهري محمد علي شاعر يشهد له تاريخ الكتابة الشعرية الشعبية بأنه من رموز خدمة القضية الوطنية، وكان لوجوده بين المشاركين أثر كبير في نجاح الأمسية وإلهاب حماس الحضور. جميل جدا أن يتزامن هذا اليوم مع هذه الفعالية الشعرية في مؤسسة النيمة، وأنا أتشرف بأني ضيف على براحين لهم محبة ولهم تقدير، بيت الشعر ومؤسسة شنبات الثقافية المختصرة بالنيمة. وبيت الشعر له أكثر من دور في الحراك الثقافي في السودان. شهد الأمسية لفيف من المهتمين بالشعر بشكل عام وتحديدا القصائد الوطنية، وأبدوا سعادتهم بما قدم فيها. فخورين بالاستضافة دي، الكون مدينة شنبات من المدن العريقة ثقافيا
عندها نشاطات في الفن وفي الثقافة والنشاطات الاجتماعية، بالذات مؤسسة النيمة لها قرون وعقود إنها تصدر عندها صحيفة، عندها ندوات شعرية أسبوعيا. فبالتالي إحنا كتجمع أبناء شنبات فخورين بحاجة بالشكل ده. نتمنى أن الأمسيات دي تستمر بالتعاون مع بيت الشعر السوداني وبمؤسسة شنبات الاجتماعية الثقافية النيمة. نحن برضو كسكان شنبات وكتجمع أبناء شنبات الليلة دي أسعدتنا، نتمنى أن تكون فيه أمسيات شعرية وشراكات تانية. أسرة مؤسسة شنبات الثقافية الاجتماعية أبدت سعادتها بهذه الشراكة مع مؤسسة بيت الشعر بالخرطوم وما شكلته من إثراء للحركة الثقافية والأدبية عن طريق إقامتها لمثل هذه الأمسيات. شاركنا في فعاليات كثيرة جدا واستضفنا رموز في الشعر والأدب في الماضي، ونتطلع لمزيد من الشراكات مع بيت الشعر، وهذا ما لازم أن أقوله لكم. الشعراء المشاركون في الأمسية عبروا بدورهم عن عميق سعادتهم بهذه المشاركة. لما نتلاقى بيت الشعر وشنبات مؤكد أنه بيكون في ليلة مختلفة، بيكون في جمهور مختلف، لأنه شنبات إنسان، شنبات إنسان مختلف في حاجات كثيرة، في تكوين وفي اجتماعيات وفي غيره وفي غيره. فقراءة الشعر في ليلة زي النيمة مثلا بتحس انها هي مسؤولية للكاتب، اول المفروض يكون هو على درجة واعية انه يقدم اجود ما عنده، لانه الجمهور هنا جمهور وزواق. كنت احد المشاركين في هذه الامسية التي عدها بيت الشعر الخرطوم بجدارة برفقة الشعراء لهم بصمتهم في الحركة الادبية السودانية الحالية، على رأسهم الاستاذ أزهري. امسية اكدت حرص وحب شعراء السودان لوطنهم، حيث شكلوا حضوراً طيباً زانه لمعان حروف القصائد، فخدمة الوطن خدمة للاستقرار والنماء والسلام. شعراء السودان دائماً ما يصنعون حروفاً نابضة بالوطنية تكتب بها قصائد تعكس تطلعات الشعب، وهذه الأمسية واحدة من أمسيات عديدة شاهدة على ذلك. لبرنامج بيوت الشعر، مرغن جبريل، الخرطوم. إلى موريتانيا، حيث اختتم بيت الشعر بنواكشوط دورته الأدبية الرابعة التي جاءت تحت عنوان فنيات الكتابة الإبداعية، التي استمرت لمدة 3 أيام، شارك فيها عشرات الأدباء والشعراء الشباب، وهدفت إلى تطوير المواهب الشابة وتمكينها من امتلاك مهارات الكتابة الإبداعية. دورة أدبية جديدة حول الكتابة الإبداعية اختتمت أنشطتها في مقر بيت الشعر بنواكشوط بمشاركة العشرات من الشعراء والكتاب الموريتانيين الشباب الذين أشرف على تدريبهم عدد من المختصين في مجال الكتابة بمختلف أصنافها. هذه الدورة تمت بناء على طلب بعض المبدعين من الكتاب والشعراء، وشارك فيها كتاب يكتبون المقالة الصحفية الأدبية، وكتاب يكتبون القصة القصيرة، والشعراء يكتبون القصيدة. ولذلك تمحورت الدورة حسب هذه القضايا الثلاثة، فكانت النشاط الأول عن الكتابة الإبداعية الصحفية، والنشاط الثاني عن الكتابة الإبداعية في مجال القصة القصيرة وفي مجال النثر عموما، والقضية الثالثة هي النشاط المداخلة الأخيرة وهي هذا اليوم عن الكتابة الشعرية الإبداعية. الدورة مكنت المبدعين الشباب من اكتساب مهارات مهمة في الكتابة الإبداعية، وأمدتهم بمعلومات قيمة عن تجارب ثرية ونماذج منتقاة عبر دروس تفاعلية محكمة في فهم آليات الكتابة الإبداعية بشتى أصنافها ومدارسها الفردية والجماعية الموريتانية والعربية والعالمية. أنت بحاجة إلى مناخ أولاً، بحاجة إلى الفكرة ثانياً، الفكرة التي ستكتب عنها، أنا سأكتب مثلاً عن موضوع كذا، هذا الرجل سأرثيه، ولكن سأركز على أنه كان شخصاً متصدقاً مثلاً، دعك من بقية الخصال، لكن سأركز على تيمة، ما تسمى بالتيمة في الرواية، تسمى التيمة وفي الشعر أيضاً. هذا الشخص سأمدحه، ولكن سأركز على أنه شخص صدق أو شخص وفاء لحادثة أعرفها،
إذن هذه التيمة هي ما يسمى بالشرارة، هي التي ستكون شرارة النص الشعري، وهي التي سينطلق منها جميع الصور الشعرية، ستكون كل الجماليات. الوفاء مثلا، نفترض أنني سأتحدث عن هذا الشخص وأتحدث عن وفائه، هذا الوفاء سيحيلني إلى الصدق، سيحيلني إلى طيب المحتد، سيحيلني إلى عظمة النسب، إلى غير ذلك من القضايا التي هي مجرد تفريعات للتيمة الرئيسية في النص الشعري. تطرق المدربون في هذه الدورة إلى جملة من الموضوعات أبرزها المفاهيم الحديثة في النص الشعري والدراسات الإيقاعية في الشعر والشعر النثري، إضافة إلى فنيات الكتابة الإبداعية في السرديات التقليدية والحديثة. استفاد منها عدد من الشعراء الشباب المبتدئين والكتاب، وبطبيعة الحال الصحافة الكتابة الإبداعية في الصحافة تحتاج دائما إلى ذلك النفس الأدبي، النفس الشعري أو النفس القصصي أو الروائي الذي يساعد الصحفي فيما بعد في أن ينظر نظرة مختلفة إلى الخبر، ويحاول أن يخلق من خلال القصص الناس التي يلتقيها يوميا، يخلق منها مادة صحفية جيدة وغير روتينية تساعد القارئ في أن يفهم الأمور بشكل أفضل. وكان بيت الشعر في نواكشوط قد استقبل قبل انطلاق الدورة عددا كبيرا من طلبات المشاركة، تعدى العدد المطلوب، إلا أن الباب ظل مفتوحا أمام الجميع بهدف إفادة أكبر عدد ممكن من الشعراء والكتاب الشباب. أقام بيت الشعر هذه الدورة وهي عن فنيات الكتابة الأدبية والصحفية، واستضاف خلالها مجموعة من الأساتذة والدكاترة المختصين بالمجال. ذكرتني بالشكل الذي يستخدمونها ورقيا، العلاقة بين الحبر والورقة، فهذا هو المجال الذي لفت انتباهي كثيرا، مجال الأساليب التي يستخدمها الشعراء، الرسائل التي يضمنونها في الشكل الذي يكتبون به قصائدهم وما شابه. هذه دورة تكوينية تستهدف خاصة الكتاب والشعراء بصفة عامة، وهي دورة من ضمن دورات دائما داب عليها بيت الشعر بنواكشوط، خاصة في زمن تشهد فيه الكتابة الإبداعية والحركة الكتابية تسارع عن يعني منقطع النظير. الإقبال الكبير على أنشطة بيت الشعر في نواكشوط يعكس تثمين المتلقي الموريتاني لما تقوم به الشارقة من خدمة للثقافة العربية في هذه البلاد، وما تقوم به من دور ريادي لإشاعة روح الإنتاج الإبداعي وبث الثقافة الخلاقة. مكنت هذه الدورة عدداً من الشعراء الموريتانيين الشباب من الاطلاع على مجموعة من النظريات الأدبية والتزود بجملة من المعلومات قد تساعدهم في مسيرتهم الشعرية. أحمد أول الحسن لبرنامج بيوت الشعر نواكشوط. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم بمجموعة جديدة ومتفردة حول أبرز أنشطة بيوت الشعر في الوطن العربي. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته.